اللي قدام جه عليا واللي ورا فوق مني والحجر دخل جوه العربيه اتبرشمت ما عارفينش ننزل. انا من عيله فقيره بنبيع ونشتري خضار، نشكر الله، لكن كنت متدين يعني يوم الحد ده ما فرش فيه وما اشتغلش فيه واروح الكنيسه، يبقى ابونا بيوعظ وانا يحلال النوم انام في الوعظ. وفي خطايا كتير عملتها لو محكمه السماء هتعاقب عليها اجل حاجه فيها الموت، اي حاجه بالسنجه وبالمطوه ونضرب، شتيمه وحلفان وسرقه وكده وحاجات كتير. انا لكن نشكر ربنا لما رحت بني سويف دكتور زارني في البيت، كان مناسبه عيد الميلاد وكان معاه اتنين اخوه، وقالوا لي تعالى صلي. قلت لهم ما بعرفش اصلي. طب بتروح الكنيسه؟ قلت لهم بروح الكنيسه بس انا مش متعلم وما بعرفش اصلي، والصلاه دي للناس الحلوه المتعلم. فقالوا طب صلي معانا، وفاكر الترنيمه اللي رنموها ليه باعد عن مسيحك، ليه هو فيه في العالم ايه، جو مسرع وتعالى اليه. فقالوا صلي معانا، قلت لهم اصلي معاكم. صليت وراهم، الرب يسوع استلمني وارحمني وسامحني مجامله ليهم، وصلوا ومشوا. لكن بعد ما مشوا انا حسيت ان انا عايز اصلي. فانا عايز اصلي بس مش عارف. دخلت الاوضه بتاعتي قعدت اصلي دي 3 ساعات والدموع نازلة من عناية، وأعترف للرب بذنبي ولا أكتم اسمي، واعترفت للرب بخطاياي وبتوبة حقيقية. حسيت زي ما يكون هم تقيل جدا وتشال من على قلبي. فرحت بالرب يسوع، فكنت بروح يمكن اجتماعين أو 3 أسمع فيها كلمة الله، واستمرت أخدم الرب وأروح الكرة اللي هي ما فيهاش كنايس، حوالي من 200 قرية كنا نخدم فيها البلاد اللي ما فيهاش كنايس. ربنا يسعدنا ننتهز الفرصة وناكل من كلمة الله. فأنا بالنسبة للخدمة ضعفت، وقلت يا رب ما كل بيت بقي فيه كنيسة دلوقتي والقنوات مالت الدنيا. تنحيت عن الخدمة شوية، فربنا كان بيكلمني في آية من الإنجيل وأنا مش عاطي إصغاء ليها. إيه الآية؟ بيقول وهو مات لأجل الجميع كي لا يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. وأنا مش باخد ولدي مع الكلام وأقول ما كل بيت فيه إيه، فيه كنيسة وبيجي فيه قنوات بتذيع كلمة الله وصلت لكل العالم وكل المسكون. ففي يوم من الأيام مش فاكر سنة كام، واخد شغل موديه شارع الترعة ونزلت وأبطل فلوس وراجع بالعبوات الفارغة والفلوس في جيبي، وركبت ميكروباص من المنيب. بعد ما فتح فوجئنا أن العربية تروح متدبسة في الحجر الخرسانة اللي ارتفاعه متر ده، والحجر يدخل جوه العربية ونتشقلب نبقى زي الايه شوية الفراخ أو الكتكي، اتفعصنا كده بعدين. الرب يسوع أكرمني إكرام غير عادي بأن هو لا يبات مديون لأحد، ليس بظالم ولا ينسى تعب المحبة. فأنا حاولت برضو، رحت بقيت راجع للخدمة ولعشرتي بالرب أقوى من الأول. دخلت في حادثة موت تاني، كنت رايح أنا والمدام بنجيب فاكهة من السوق ويجي واحد ينسفني بالموتوسيكل وأنا واقف على جنب، نزيف في المخ وكسر في عضمية القوة ومت مش دريان بنفسي. المدام بقيت تصرخ وتقول زي ما قومت العازر قومه، يا ست سيبيه يروح، زي ما قومت العازر قومه، وتصرخ. ربنا دخلت الانعاش والرب طلعني من حادثة الموت الأخيرة. الرب دخلني الهدف، عرفت بعدين إن الرب كان ليه هدف يدخلني المستشفى عشان أوصل الرسالة لحق للدكاترة والممرضين. أنا بعرفش أقرأ غير في الإنجيل بس. أنا الأول لما
جيت للإيمان اشتهيت إن أنا عايز أقرأ الكتاب وأسمعه وأفهمه، لأنه كنت بحفظ بس الوعظات. علمني يا رب يسوع، وبقيت أعيط بالدموع وأقول له علمني، أنا عايز أتعلم أقرأ في الكتاب بس، مش عايز حاجة تاني. وأنا حفظ الحروف كنت لأني جريت في كتاب على لوح زمان ألواح صفيح، وأنا عدت أقرأ عندي إنجيل خط كبير، عهد جديد وعهد قديم، وقعدت اقرا في البشائر، اقرا في البشائر، وبدات في العهد القديم، بديت اقرا في الكتاب المقدس. هي العبره في ان الانسان يخضع لنعمه الله، النعمه كفيل فيها الخلاص، لانه قد ظهرت نعمه الله المخلص لجميع الناس، وانا واحد منهم. والانسان اللي يختار هو الطريق بتاعته، لان الرب قال اجعلت قدامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياه، وبيشروا عليا بيقول اختار الحياة لكي تحيا. لو أنا ما اخترتش الحياة ومشيت في الطريق الثاني، أعاقبه موت، أعاقبه هلاك. فأنا لازم أراجع نفسي، وقرار اختياري لكل إنسان بقولها له أيا كان، قرارك اختيار تتوب وتقدم توبة وتؤمن بالرب يسوع المسيح يغيرك. ما يجي هستنى
ضمني وبقيت ابنه من رعاياه.